احترام الذات فينا نفسره بنوع من ثقة ورضا عن الذات. وقت اللي مراهقة تربت ببيت عشت فيه أي نوع من الأذية، احترامها لذاتها بيتدنى. كيف فينا نساعدهم؟ نذكرهم إنه ما عليهم حق بالأذى يلي تعرضوا له. ما نجبرهم يعطوا تفاصيل ما بدهم يعطوها. يعرفوا إنه في ناس فيها تساعدهم. نلاقي شيء إيجابي ونعطيها الفرص المناسبة بهالأماكن العلاجية. تخطي النهائي لمشكلتهم بتم لما تصدق المراهقة إنها عندها قدرات فعلية ولما تآمن هي بحالها.